مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه. ما زالت ازمه صراع الجنرالات تشتد داخل اروقه قصر المراديه خلال الايام الاخيره وحسب ما اكد عثمان بن طالب الفاعل الحقوقي المهتم بقضيه الصحراء المغربيه فقد شهد يوم أمس هروب قياديين بارزين في الجيش الجزائري بعد تكثيف حملات التصفية والاعتقالات داخل مؤسسة الجيش، وأبرز بن طالب في تدوينة له أن حملة قام بها الجنرال سعيد شنقريحة شهدت هروب أربعة من كبار الجنرالات في طائرة خاصة من مطار بوفاريك العسكري الجزائري إلى مطار مالطا الدولية. وطلب اللجوء وشدد أن نظام الكبرانات يعيش وضعا صعبا وعلى وشك سقوط مدوي خلال الأيام القليلة المقبلة جدير بالذكر أن تقارير دولية أكدت حدوث صراعات وتصفيات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية ستؤدي للإطاحة بشنجريحة والرئيس عبد المجيد تابون نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء